او جوله كده جوه انفنسز. محمد فتحي العادي ان احنا يعني تقريبا احنا اولا بس يعني نو اوفنس على حد، دي شخصيات عامه ودي حاجات بتخص يعني اللي هيحس انه جه في الطريق ما يزعلش عادي يعني. ابعد عن لجنه الحكام، ابعد عن لجنه الحكام. طب هو لجنه الحكام الدور الاول مالناش دعوه، اليوم الثاني هدول الكلام واضح. الطبيعي مثلا احنا اراوند مثلا 60% من الناس عندنا الساعة 10 كده 10 تلاقي العربية كلها بدأت تركن حوالين الباب وكله بيطلع يجري على الفينجر برينت قبل 10 وربع، وتلاقي مثلا انت طالع مثلا جاي بقى راجل ايه يعني اكس يعني بقى اكس من الناس النظام 10 14 الحق يلا هوب اطلع بعد كده هوب 10 ده 10 16 خش خش الفينجر برينت اللي جوه 10 15 في دي الحق اللي جوه دي بسرعة، تلاقي الناس كلها واقفة مجبول على الفينجر برينت خلاص عمل الفينجر برينت الحمد لله ما بقاش ليه. بعد كده راح رايح ركب عربيته، بعد ما ركب عربيته جاي بقى الشغل خلاص انا داخل بقى نبدا بقى الشغل اليوم الطبيعي بتاعك بقى وانت طالع زي ما اتفقنا عن عدد الدور الاول، وهنعتبر ان الشخص دوت هو يعني في كل الاقسام بياخد يعني زي مثلا ايه سناب شوت كده من كل دور تمام. فيبدا الدور الثاني اوكي هيخش ناحيه اليمين بس نقول مين تمام. الناس ديت ناس كويسه جدا كده تخش سي انت مثلا عايز اي حاجه بالنسبه ان انا كنت عايز اعمل هو انت طيب الميل ايه اكتب فيه اسمك مش حافظ تاريخ ميلادك وعنوانك في حاجه تاني التاريخ اللي انت جيت فيه صعب لو محتاج ميل اوكي تطلع تبعت الميل وخلاص وشكرا كده 4-5 ايام ان شاء الله اللي انت عايزه يحصل اوكي. بعد كده تروح داخل بقى داخل في الشمال البارتي بوك تراي كولكس تاني وتالت الناس دي عملت كل حاجة ممكن تضيع بيها وقتها اللي هي قاعدين هم عملوا أي حاجة ممكن تحصل فيفا نتورك اشتغلت لغاية ما اتحرش بينج بونج بيجمعوا من بعض وجابوا الترابيزات لغاية ما اتشالوا وحطوهم في البدروم أي حاجة ممكن تتخيلها هو ضيع الوقت بتاعه هو شغال. ده احنا طبعا بنتكلم عن الدور التاني. الدور الثالث مولاه وفي مواعيد معينه ما ينفعش تتكلم فيها بعد كده ممكن نخش بقى ايه التاني فوتنا حد فيه الحسابات يعني اقول لك انا ماليش تعامل معاهم كبير يعني بس هو اكتر حاجه بتميزهم ان هم كلهم بيقولوا لبعض يا مدير دي حاجه يعني دي حاجه اي حد انت هتخش تقول له اي حاجه هيقول لك يا مدير انت هتروح للمدير يعمل لك يا مدير فهو مدير الاداره قويه جدا طب الاي تي بقى الاي تي الثالث احنا نطلع بقى الثالث بقى الاي تي فطبعا برضه نفس قصه الاتش ار بالظبط هيبعت ميل وحط فيه سي سي عمرو عشان ما ينفعش نقول اي حد تاني عشان ما فيش غيره يعني مش هنقول اكس يعني انت بعت ميل اصل هو الجهاز اصلا بايظ لا ابعت ميل ايوه ما هو بايظ هو بايظ لا شوف بقى اشحن حد يبعت لك ميل طب ما هو يا عم بايظ هبعت ميل لا 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 ميل وبعد كده نبدا نتكلم بعد كده بقى نشوف بقى هي مع مين مع الشباب لغايه ما ان شاء الله نكمل. الرابع دي سي اس هم ناس مجتهدين جدا الصراحه ويعني ربنا معاهم. بس
الارقام الجديده يعني الخامس دلوقتي بقى هو بالنسبه للشركه هو شرم الشيخ يعني. بكامرون وعرق وسيطات وبتاع اطلع الساحل يا معلم نطلع الخامس نطلع تلاقي ان اليوم عندهم بيبدا بموضوع تاني مختلف تماما حد بيعمل لنا وزنان لا 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 ما تيجي نروح سلمتر النهارده لا لا اصل احنا طب هاتي معاك كباريس كيك هاتي معاك تشيز كيك هو يا ريت بجد كباريس صوص بجد اول تكتير الترم الاخراني هو طلب صامت دائما واهم حاجه عنده ان انت كيب كوايت اي صوت كيب كوايت طب صباح كيب طب ممكن ويبقى ما بيزهقوا يروحوا واخدين المختبر بتاعهم وقاعدين جوه عايشين الحياه مش عارف بقى هو بيعملوا ايه في المختبر بس قلت اهم حاجه ان انت تكيب كويس ما تطلع فوق بقى الجوانب ماليش معامله معاهم تقريبا يعني اعرف شخصيا بس ماليش معامله معاهم تقريبا لكن بقى تيجي قسم التي ام سي ناس زي الفل يعني ايه ابطال الشركه يعني تحس ان انت بتتكلم بقى اللي هو ايه هو فين مش عارف مين ده كان في قطر ايه اللي حصل؟ لا ده وهو في قطر لا هو الميكروباص طالع مش عارف فين رجع وراح طب هو جاي لا ده هو اصلي بقى معدي على البرازيل وهو راجع معدي على افغانستان يجيب قنبله يعني ايه جاي امتى؟ ان شاء الله هو جاي. السابع قدام النيوكلير يعني انا مش هتكلم انا في السادس على فكره انا في السادس على فكره مؤخرا وبعدين احنا قلنا خلاص لا صعب انت كنت عامل امبارح احنا متفقين. اخر حاجه بقى السابع والثامن يعني نيوكلير بقى احنا بنتكلم عن نيوكلير هي حاجه واحده بس يعني انا هوصف لكم حاجه واحده حصلت لما كان نيوكلير ده لسه فاتح وكنت فوق في السطح بشرب الشاي بتاعي وواحد بيتكلم في الموبايل بيتكلم واحد صاحبي بيشتغلوا بقى بيتكلموا بجد دي مش مشكله بس هو بالظبط كان ايوه يا ابني لا ده انا دلوقتي في نيوكلير لا 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 ده احنا ونروح تحت بيلبسونا خلاص بس انت بتنوع اكتر.